ايه رأيك في مؤتمر احسبها صح؟ اللي حاسبها صح ما يروحش. اقول لكم ليه؟ معلش يا جماعة، بصوا يا جماعة، الطعم غير الطعم. احنا مش هنتكلم في اختلافات عقيدية، انما احنا النهاردة انتوا صليتوا قداس، هو ده المذاق اللي بنعرف نشوف بيه المسيح وندوقه. لما بنقعد قاعدة زي كده قاعدين بوقار لأن في كنيسة ومذبح، قلنا لحن جميل في دخلة سيدنا، وسط الكلام بقول لكم طقس الإكليل، داخلين على بقور وطالعين على شيريني ماريا، الطعم على بعضه مختلف خالص، الباكج كله مختلف. في نفس الوقت الطعم بتاعنا ده امتداده 2000 سنة، استلمناه أبا عن جد، ثبتت فاعليته وجدارته وقف قدام ضغوط 2000 سنة. 2000 سنة، خلي بالكم، معلش هقول حاجة أنا شخصيا مقتنع بيها جدا، لو كانت البروتستانتية أقوى أين المسيحية في أوروبا؟ مش هي ابتدت في أوروبا من 400-500 سنة؟ النهاردة في بلاد في أوروبا المسيحية بقت 5%، وكل الناس برا يقول لك I don't believe in God. دي نتاج هذا المنهج. بص على منهج ده من غير ما يتعرضوا للاضطهاد، خلي بالكم، بصوا في المقابل، احنا ما ارتحناش يوم من 2000 سنة، الرومان والبيزنطيين وغيرهم، والنتيجة ايه؟ اديكوا قاعدين في الكنيسة، وانتوا شباب اللي زيكم في اي حتة في العالم عاوز يجري يلعب وخلاص، انما وانتوا شباب زي الفل بتحبوا ربنا وحابين كنيستكم وعندكم انتماء. اذا الشروة على بعضها ثبتت فاعليتها ونتائجها، انا كمنها حاجة مستوردة اخدها وخلاص. عارفين عقدة الاجنبي؟ ساعات عقدة الاجنبي دي تحركنا، اي حاجة مستوردة تبقى حلوة، ما صنع في مصر اكيد مضروب. بطمنك الأرثوذكسية مش صناعة مصرية، هي صناعة مسيحية. يعني إيه؟ طبعا هي قبطية لأنه هنا التراب مصر ده مؤثر فيها، لكن أنا أقصده ده منهج الأباء، منهج القديسين. مرة واحد بيقولها لي بطريقة لطيفة كده، بيقول لي إيه، بص أنا راجل بتاع سوق وبص على البرودكت الأخراني، المنتج الأخراني، البضاعة، فأنا لقي المصنع ده والمصنع ده بيطلعوا نفس المنتج، انا لقيت كنيستكم الارثوذكسيه مطلعه البابا كرولوس، بصيت هناك ما لقيتش في حاجه زي البابا كرولوس، فقلت يبقى ده الصح. بص على المنتج الاخراني تلاقي ابو سيفين والست دميانة وماري مرقص وكل القديسين، ايه رايك؟ مش المنهج ده انتاجه افضل؟ هتقول لي لا هم انجيلين اكتر. لا 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 لا، استنى بقى، قل لي صلوا بلا انقطاع، مين فينا عاملها اكتر؟ يوم الجمعة العظيمة لما تيجي من 6 الصبح ل6 بعد الظهر تريح ساعتين وترجع ابو غلامسيس، ها ماشي، وعندنا كياكل الصبح، وعندنا مين في منهجه بيحقق وصية الانجيل اكتر؟ مين اللي علمنا صلاة يسوع اللي تملى بيها فراغات اليوم؟ يعني عندنا باكر 3-6-9، طب والفراغات؟ صلي صلاة يسوع. ايه ده؟ عشان احقق وصية كتابية. مين كتابي اكتر؟ مين عنده في الباكج بتاعه جوه الصلاة 9 قطع في القداس وكمية حتت في الاجبية وفي التسبحة؟ ده احنا اللي بيصلي قداس واجبية وتسبحة أرى الإنجيل، أرى حوالي 20 فصل على الأقل يوميا من الكتاب المقدس. مين بيحب الإنجيل أكتر ومين عايشه أكتر؟ يتكلموا عن الإنجيل، إحنا مش بنتكلم، إحنا عايشينه. كل أيقونة من دول بتحكي حكاية إنجيل، كل حركة عملها بونا في القداس وفي الطقس بتحكي إنجيل، كل تفكير عندنا ليها مرجعية كتابية حتى لو أنت مش دريان، لأن احنا كمان كنيسة شعبية، كان جزء من شعبها ما بيقراش، ما تنسوش،
احنا مش كنيسة مثقفين وبهوات، احنا كنيسة ماشية ورا اختار الله الجهال، ماشية ورا انه ما ابعدها عن الحكماء والفهماء واعلنتها للاطفال. فلما يجي الفلاح البسيط يدخل يقف قدام ايقونة الصليب، انا مش محتاج اوعظه، ده يقف قدام الصليب ويرشم صليب ويمجد الصليب ويبوس رجلين المسيح، يقف عند ايقونة العذراء يولع شمعة ويقول لها ما تسيبنيش وافتكري عيالي. هو انجيلي 100% وهو ما فتحش الانجيل لانه ما بيعرفش يقرا، بس الكنيسة الواعية خلته بالطقس وبالحياة الكنسية عايش الانجيل. مين بقى انجيلي اكتر؟ في حاجات مستوردة مضروبة، خلينا واعيين، خلينا واعيين. انا صدقوني مش بعيب في حد بيحبوا ربنا، وانا بتجاسر واقول خلينا نتعلم منهم الجرأة في الكرازة مثلا. هم سباقين في ان هم دخلوا بلاد نشروا الانجيل وتعرضوا للموت من اجل نشر الانجيل. انا لازم اخجل من نفسي ان انا ما عملتش الدور ده اللي كانوا ابائي واجدادي بيعملوه. فانا مش بخبط في حد، لكن عشان يدخلوا بلدي ويعتبروني انا مش مؤمن، على فكرة ده في صميم تفكيرهم، في صميم عقيدتهم لو درسته، نظرتهم لينا احنا يا بتوع البخور وبتوع الكهنوت ان احنا غير مؤمنين. انت تقبل وانت نفسك تموت عشان المسيح، ان ينظر اليك انك غير مؤمن بالمسيح، وعلى هذا الاساس بيبشروك، مش برضو دي توجع وتجرح؟ وعلى فكرة نطلع احنا اللي وحشين ومتعصبين لو حد فينا نطق وقال يا جماعة البخور موجود في الكتاب، انت متعصب وبتجيب سيرة طوايف. انا بجيب سيرة حد؟ انا على الاقل بدافع وبقول البخور ده موجود في الكتاب، عهد قديم وعهد جديد، مش بنألف، وموجود في التاريخ 2000 سنة. يعني الموضوع مش محتاج شواهد ولا اثباتات. لكن الطيارات اللي صوتها عالي، وانتوا جربتوا حتى في المجتمع على فكرة بعيدا عن الدين، مش دايما اللي صوته عالي صح، مش دايما اللي عامل هيصة جامدة بيطلع صح، ومش دايما اللي بيعمل الهيصة دي بيطلع أغلبية. الحقيقة مش أغلبية خالص، خلي بالكم الأغلبية دي ده برضو نوع من الدعاية. لكن مرة سيدنا أنبا موسى بعت لنا 15 باستور قسيس بروستانتي من أوروبا في كنيستنا يصلي قداس، فقال لي هيقول لك الحد. قلت له سيدنا يوم الحد قداس طويل وما نقدرش نصلي حتى انجلش يعني. قال معلش وخلاص، وخلينا البنية دي خدت شاشة وعملت على جنب الكنيسة وتبقت تعرض القداس بالانجلش واحنا بنصلي، عشان برضو الناس دول ما يملوش. وانا قلت لها ايه ربع ساعة هيزهقوا غالبا، هيطلعوا نفطروا. قعدوا الساعتين صدقوني يقفوا ويقعدوا زي الناس ما بتعمل، ومتابعين النص على الشاشة كلمة بكلمة، وطلعوا بس وقت التناول وراحوا الصالون ابتدوا يفطروا. ورحت قعدت معهم بعد الصالون، قلت اعرف بقى الانطباعات، اسمعوا بقى قالوا ايه. دول بقى مش متعصبين. واحد قال لي هم دول المسيحيين اللي في مصر؟ قلت له مسيحيين في مصر ايه؟ دي كنيسة من 15 كنيسة في حي في القاهرة، والقاهرة دي في مصر، لان هو فوجئ الكنيسة مليان على الاخر، فقال لك دول مسيحيين مصر النهاردة. فواحد تاني يقول لي ايه، انا يوم ما يحضر عندي 60 واحد في الكنيسة هعتبر نفسي قديس وكملت رسالتي، بيقول لي كده. واحد تالت يقول لي على فكرة بقى الليتورجية بتاعتكم ما فيهاش كلمة من برة الإنجيل. ده هو اللي بيقول، لأنه هو إنجيلي مذاكر، ما فيهاش كلمة من برة الإنجيل. واحد رابع يقول أنا أول مرة أشوف الكوكتيل ده من الشعب منسجم، عيال بتصلي وشيوخ بتصلي، وأول مرة أسمع حس شعبي منسجم. هما لما يقولوا أمين أمين بموتك يا رب تحس الكنيسة بتتهز في كل الكنائس كده. فهم كانوا قاعدين
مقشعرين ليه؟ الناس دي بتحب ربنا بجد، باصين على شيوخ عواجيز واقفين ساعتين على رجليهم، هم طقسوهم نص ساعه وبيقعدوا فيه. اذا هم اللي بيشهدوا ان المسيح فيكم بتعبير الكتاب، بيشهدوا لنا. انا اتنازل عن الليتورجيه دي والطعم ده كله واجري ورا اللي عندهم. عارفين دي زي ايه يا جماعه؟ زي اللي زهق من طبيخ والدته المغذي الحلو وعايش على الدليفري التيك اواي، ويا ريته طبعا حتى يمكن المقارنه اضعف. علميا اللي عايش على اكل المحلات عمره اقصر علميا كده وامراضه اكتر، لانه الاكل مش نظيف ومش مغذي. لكن اكل البيت مهما كان هو اللي افيد. بس احنا ايه؟ وطبعا التاني اغلى كتير، خلي بالكم مكلف كمان. احنا محتاجين نعرف الجمال اللي عندنا. ساعات نركز في العيوب، ايوه عندنا عيوب، بس مش عيوب في اصل الارثوذكسيه ولا القبطيه. العيب في التطبيق، ان شماس مثلا يتباهى بصوته ويعذب الشعب. ده عيب في الارثوذكسيه ولا ده شماس عاوز برضو ايه يعاد برمجته تاني؟ واحده تقف على الباب تطفش اي بنت شكلها مش كويس، الدخول هنا للقديسين فقط، هي دي ارثوذكسيه؟ لا. ذهبي الفم قال الكنيسه مستشفى، كل اللي داخلين عاهات زي حالتنا يعني. فايه هنا التطبيق ده غلط. يعني ايه؟ ان انا انفر من اي شخصيه لكونه خاطي، ده مش فكر ارثوذكس، خلي بالكم. لكن ده نسب الينا بسبب خطا في التطبيق. خلينا في ايه جميله في ارميا تقول ايه، هختم بدي، يقول طلع الحلو من الوحش، نسيت النص، لكن ايه، افرز الثمينة من المرزول. تعبير طلع الثمين من المرزول، تكون كفمي. يعني لو طلعت الحلو من وسط الرتوش اللي بره دي هتبقى بتقول كلمة حق. طلع جمال الطقس من بعض التطبيقات المشوهة، طلع جمال العقيدة من بعض المفاهيم المتطرفة، طلع الروحانية الصادقة من بعض الانفعالات المتطرفة. مثل فمي تكون، يعني ده اللي كان قصده ربنا بالظبط. دي الكنيسة الأولى في حلاوتها، دول مشاعر القديسين ومنهجهم. فيبقى الواحد قريب خالص للحقيقة يسيب ده كله ويطلع بره، يبقى بيأذي روحه. أشكركم على طول البالك وربنا يخليك. اسمح لي أقول لك تسلم فمك. وتسلم الآيات. احنا محظوظين بوجود أبونا داود معانا. مش عارف مين البطل اللي عرف يجيب هذا الميعاد، لازم ياخد مكافأة. أبونا بولس اللي عرف يجيب أبونا داود ده، احنا لازم نشكره شكرا عميقا جدا. مش عارف هو عارف يعني ياخد الميعاد ده بعد ما بقى متحدث رسمي ولا قبل كده. مراته قاعدة قدامنا هي الغلبانة دي. شكرا أبونا داود، وجودك في المؤتمر يعطيه غنى. وأرجو طبعا أن احنا كل كلمة يقولها أبونا داود نسجلها في أعماق قلوبنا. ماشي؟ زمان قالوا إيه؟ اسمعوا الكلام ده. لا أنا تعليق صغير مش هنقعد يعني. قالوا لما يكون القديس أثناسيوس الرسولي بيتكلم، لو معكش قرطاس يعني معكش ورقة اكتب على جيب قميص. فأنا بستعير هذا القول، لأن فعلا أبونا داود بالنسبة في الكنيسة القبطية كنز عظيم، ربنا يفرح الكنيسة بيه ويديله نعمة فوق نعمة. شكرا، ربنا يكافئك.
بكرة ذات. قدامكم يا شباب راحة لمدة ساعة لربع. دكتور مجد اسحاق موجود في المؤتمر الثاني بديهم كلمة، هيجي يديكم الساعة 2 بالظبط، 2 أو قبل 2 تكونوا في الكنيسة عشان دكتور مجدي وقته برضو مزنوق. اللهم اجعلنا مستحقين، نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات.